وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المتقون ينجيهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ينجي الله عز وجل المتقين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم ننجي الذين اتقوا. المتقون يدخلهم الله الجنة مكرمين. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المتقون يرفعهم الله عز وجل على أعدائهم يوم القيامة الذين كانوا يكيدون لهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا ويتصغرونهم في الدنيا، وفي ذلك شفاء لصدورهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المتقون يقربهم الله عز وجل منه، كما قال ربنا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر، الله أكبر. إن رايات الخير في الدنيا والآخرة إنما هي مجموعة في راية التقوى. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.